أهلا وسهلا بكم أصدقائي طلاب صف السادس من جديد وبدرس جديد مع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. في هذا الدرس سوف ننتقل إلى الدرس الجديد البحث والاكتشاف. أقيم ذاتي وأكتشف كم خاصية شاركت بها مع العلماء. مثلا خصائص ومزايا العلماء يا أصدقائي هي الشغف في التعلم، الالتزام والتركيز العالي، يعتمدون البحث في دراستهم، يتقبلون الفشل ويجعلونه حافزا، صادقون في نتائج أبحاثهم، يفكرون بحلول مبدعة للمشكلات التي تواجههم. إذا هذه يا أصدقائي خصائص ومزايا العلماء. طيب، وأركز الآن على كلمة البحث. من أهم الخصائص والمزايا التي يتصف بها العلماء وهي البحث. اقتدي بهم للتعرف على خصائص الأشياء من حولك من أشياء، ولنبدأ بخصائص الحاسوب. إذا أي أمر في هذه الحياة أصدقائي له خصائص، فالماء له خصائص، البلاستيك له خصائص، الأحجار لها خصائص، كل شيء في هذه الدنيا له خصائص يختص بها ومواصفات خاصة بها. لتكتشف خصائص حاسوبك الذي تستخدمه ثم لتملأ الجدول التالي. كيف وصلنا إلى هذه الواجهة أو هذه النافذة والتي طلب مني تعبئة بعض الفراغات ها هنا؟ هذه النافذة أصدقائي وصلنا لها عن طريق الأمر التالي: زر يميني على جهاز الكمبيوتر ومن ثم خصائص. هكذا يتم الوصول إلى هذه النافذة. يمكن الوصول لها عن طريق أمر آخر: الدخول إلى هذا المكان، مكان السواقات، مكان السواقات، وفي المكان الأبيض، في المكان الأبيض زر يميني خصائص. إذن أعيدها: زر يميني خصائص. بهذه الطريقة أصدقائي يمكنك الوصول إلى خصائص الجهاز عندك. طيب، الآن أنتقل إلى المطلوب مني في الكتاب خصائص، ومن ثم أقوم بملء الجدول الذي عندي. إذا ما هي سرعة المعالج عندك؟ وأنا أتكلم هنا عن الجهاز الذي أعمل به وليس عن الصورة الموجودة ها هنا. طيب، سرعة المعالج، نلاحظ أن المعالج عندي انتل كور i7 2600 3.40 جيجا هرتز، يعني 3400 جيجا هرتز، هكذا تقاس. هذا الرقم 2600 أصدقائي هو جيل المعالج، لا شأن لنا به، نحن نحتاج إلى الرقم الذي بجواره كلمة GHZ. هذه هي سرعة المعالج. إذن 3.40 جيجا هرتز، يمكنك كتابته هكذا، ويمكن كتابة 3400 جيجا هرتز. طيب، انتهيت منها. الآن حجم الذاكرة المثبتة، أنتقل إلى هنا. الذاكرة المثبتة الرام 7.96، إذن هي 8 جيجا، تقاس إما 7.96 إن أحببت تكتبها بهذا الشكل، أو يمكنك كتابة 8 جيجا هرتز، أو يمكنك كتابة 4 أو 2 جيجا هرتز حسب الكمبيوتر لديك. نوع نظام التشغيل، نوع نظام التشغيل كما نلاحظها هنا نظام تشغيل 64 بت ومعالج يستند إلى 64، إذن هو نظام تشغيل 64 بت. نوع نظام التشغيل وهو ويندوز. ننتبه إلى موضوع مهم جدا، أنا أعمل على واجهة ويندوز يا أصدقائي، تمام؟ أعود إلى الكتاب. اسم الكمبيوتر وهو الاسم الذي عند إنشاء الويندوز تم تسجيله. إذا اسم الكمبيوتر ديسكتوب BS24، وهنا الاسم غير مسمى للأمانة. إذا يمكنك ها هنا كتابة الاسم الموجود عندك في الكمبيوتر. ننتقل الآن لكل ملف ومجلد خصائصه وخصائص تميزه عن غيره، لنكتشف خصائص ملف عوامل النجاح. تذكرون أصدقائي في درس سابق قمت بتسجيل مقطع صوتي سميته عوامل النجاح. أنتقل إلى سطح المكتب ونلاحظ هنا عندي صورة، مثلا زر يميني خصائص، سوف ألاحظ أن لها خصائص: اسمها تحقيق صحفي، الحجم 75 كيلو بايت، الحجم على القرص لا يهمني، الذي يهمني هذا الحجم الرئيسي، تاريخ الإنشاء 10 كانون الثاني 2020. كما تلاحظون أصدقائي نفس الشيء بالنسبة لملف عوامل النجاح الذي قمنا بتسجيله قبل قليل،
نلاحظ حجمه 1 ميجا، الاسم عوامل النجاح، تاريخ الإنشاء 10 كانون الثاني 2020 وبوقت معين 26 دقيقة مساء. إذن هذه هي خصائص كل شيء هنا. الصف السادس مثلا هذا الكتاب، لننظر ما خصائصه. اسمه كذا، حجمه 31 ميجا، تاريخ الإنشاء 9 كانون الأول 2019. كما نلاحظ أصدقائي كل أمر على جهاز الكمبيوتر مستند نصي. ملف مثلا هنا ملف أصفر أو هذا الملف، الملف اسمه ألعاب، الحجم بداخله 3 ميجا، تاريخ الإنشاء 15 آب 2019. كما نلاحظ بكل شيء خصائص ومميزات على جهاز الكمبيوتر. أعود إلى ها هنا أصدقائي، خصائص وعوامل النجاح، قارن بين كل خاصية وما يقابلها. اسم الملف عوامل النجاح، هذا اسمه الرئيسي. ويندوز ميديا بلاير، تمام. برنامج التشغيل، ها هنا فتح باستخدام عندي VLC ميديا بلاير. هنا البرنامج الذي استخدمه هو برنامج VLC غير الويندوز ميديا بلاير الرئيسي. موقع الملف نلاحظ موجود في السي يوزرز، اسم المستخدم ديسكتوب سطح المكتب. اذا موقع الملف يمكنني كتابة سطح المكتب. الحجم 1 ميجا بايت، هذا بالنسبة للحجم، عفوا الحجم ها هنا في هذا المكان، الحجم على القرص 1 ميجا بايت. تاريخ الانشاء، تاريخ الانشاء بالنسبة لتاريخ الانشاء ها هنا 10 كانون الثاني 2020، تمام اصدقائي. بالنسبة للاخيرة هذه الحجم على القرص ممكن 3 شباط 2018، ممكن ان اعتبرها التشغيل الاخير، اخر مرة تم تشغيل هذا الملف به من على سطح المكتب، تمام اصدقائي. هذه المعلومات يمكنك انت اختيارها وترتيبها بالشكل المناسب. انا عندي نلاحظ ان هنا موقع الملف صح في المكان الصحيح، تاريخ الانشاء يسبق الحجم، ولكن هو الحجم يجب ان يكون في الاعلى. اذا من خصائص اي ملف الحجم وتاريخ الانشاء اصدقائي، وبماذا يفتح، فتح باستخدام ماذا، الويندوز ميديا بلاير، المستند النصي، وما الى هنالك. طيب انتهينا منها، ننتقل الآن إلى الدرس. يقاس حجم الملف بماذا؟ بالبوصة، بالجيجا هرتز، بالكيلو بايت، أكيد بالكيلو بايت. الجيجا هرتز أصدقائي هي لقياس التردد، البوصة لقياس قياس الشاشة. تقاس سرعة معالج الحاسوب، بالبوصة، بالجيجا هرتز، بالكيلو بايت، أكيد بالجيجا هرتز. هكذا تقاس سرعة معالج الحاسوب. يشير الشعار الآتي إلى ماذا؟ نظام تشغيل ماذا؟ هذا نظام تشغيل ويندوز، أكيد ليس لينوكس، وأكيد ليس أندرويد الموجود على الجوالات. هكذا أصدقائي نقوم قد قمنا بالانتهاء من درسنا الذي بين أيدينا. شكرا لمتابعتكم، أتمنى أن ألقاكم بدروس جديدة من دروس كتاب المعلوماتية لصف السادس.